واستمرارا للأزمة السورية، علقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حركة قوافل المساعدات في سوريا لحين إعادة تقييم الأوضاع الأمنية بعد تعرض إحدى قوافلها لهجوم دام بالقرب من مدينة حلب أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 12 قتيلا. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستعيد النظر في إمكانية التعاون مع موسكو مستقبلا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرات سورية أو روسية هي التي أغارت على القافلة، فيما نفت وزارة الدفاع الروسية صلتها بالحادث. القائد